قامت الخدمات العلاجية الخارجية بافتتاح مركز المنهل المسح في 30/6 كإضافة للمراكز الموجودة حاليا في إمارة أبوظبي واللي هي 6 مراكز وكبديل لمركز الكورنيش الذي تم إغلاقه حديثا. مركز المنهل المسح يقدم خدمة مسحة الأنف بالإضافة إلى خدمة اللقاح، يتكون من 4 مسارات، مسار لخدمة اللقاح و4 مسارات لمسحة الأنف. خدماتنا موجودة طول أيام الأسبوع، أوقات العمل من 8 صباحاً إلى 8 مساءً، ويوم الجمعة من 10 صباحاً إلى 10 مساءً. الخدمة مقدمة لجميع المواطنين والمقيمين، يمكن للمراجعين والعملاء الاستفادة من الخدمات الموجودة في المركز عن طريق حجز موعد، عن طريق تطبيق صحة بورتل، وعن طريق الكول سنتر. مدة الخدمات الموجودة في المركز يعني من دخول العميل إلى الانتهاء من أخذ المسحة وأخذ التطعيم تقريباً 5 دقائق، وهذه مدة جداً قليلة. وكرسالة أخيرة، ندعو الجميع للالتزام بالإجراءات الاحترازية واختيار اللقاح، فاللقاح هو الخيار الأمثل لنتجاوز هذه الجائحة.